السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني على 40 النووي عاو وحنك بلاوينا حديث كا صدن. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قال وحيري إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن شاء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه دار القطني وغيره. ودرس غير الأربعين النووي وحن قبل من حديث كصد. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني بقيس وجرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه الله كره على النغذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وعكوري رسولك قال وحيري عليه الصلاة والسلام إن الله ألا فرض وحو فرض يالي فرائض فرض أي فرض يالي إن الله ألا فرض أي أوجب وحو واجبي فرائض فرائض أي واجبي فلا تضيعوها هضيعنا أو حفظية أو إلالية وحد ألو حدودي حدودا حدد فلا تعتدوها حتى الله بنا حد وحرم ألو حرم أشياء أشياء فلا تنتهكوها هو بنبحنا وهد لاعننا وسكت وحكام سأل عن أشياء أشياء رحمة النحريس لكم أيدين كينيتها النحريس من غير النسيان هل ما الآن فلا تبحثوا عنها باربارين هرادينينا. حديثك هو حديث حسن رواه دار القطني وغيره غير كباورني. حديثك مركو حديث كاس أفر قيبوت بنا حديثك كوبيا انت أسونا إسلامك أردنك أرور سيح قيب تورى نبو عليه الصلاة والسلام بحولي إن الله لا فرض وحو واجبي فرائض فرائض بواجبي فلا تضيعوها هضيعنا وحد وحدي حدودا حد فلا تعتدوها طلابنا وحرمتها طلابنا وصد واللبا وحرم أشياء أشياء وحرمي فلا تنتهكوها حد اللاعنين وهوبا بحنا وحرم أشياء أشياء والله إنك حرمي فلا تنتهكوها وسكت وحكى مسألة عن أشياء أشياء وكى مسحلال يحرم منا أهلا الشيخ رحمة حريص لكم إذن كإذن ينتهي من غير نسيان إلا لآن أما هل ما لآن غير كيد فلا تبحثوا عنها هبار بارنا. ولماذا المسلمين ترك بذا واحدين إسلام كأفر تاسو مركا كأروري سيد أبو بكر السمعاني نؤني لي هذا الحليه حديث كاني أفر تاو كل مياي إسلام كأروري وعكامتي ألا وأفر تاون وفرض هي محارم هي حدود هي مسكوت عن أفر تاسوي وهو فرض الوامر والصلاه دي يسونتي يا حجك يا فرض كا محارمتي لا يسكريبي حدودي الله احد معنا تلك حدود الله فلا تعتدوها الى سولها هي مسكوت عن وح لا امسي سلام كون أفر تاسو كو وريغيا وانا تاوي فرائلته هذا هلك التلمام نوحا وي وسيده الصلاه دي زكدي يا صومك يا حجك يا وحي لميده ويا فرائله يا هضيعنا لليه حدودنا مركه ومحارمتي وحي لا حرمي يا مارد حدوديدي ان لو طلابين ويه ومركه وحي لا حرمي وانا تاوي قران كان مهنا بدن بو الله كو تلمامي مركه محارمته لا هدلي الى وحي له قل تعالى واتلو ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا قل بعنا ورسولك الله تعالى واتلو وانا غري ما حرم عليكم وحا الله ان حرم عليكم كركينا الا تشركوا به شيئا الى اخر ايه ايات سوره معنا سيده لميده waxa kale oo lamida waxyaabo ilaahay subhanahu wa ta'ala u xarimay xurimad alaykum lmaytatu waddam walahm alkhinzir wama uhilla lighayri illahi walmunghanid walmunkhaniqat walmawqudat walmutaraddiyat ila akhir aya wixii la xarimay oo dhiigii iyo khamradii iyo doofaarkii wixii ilaahay gheyrki loo gowracay iyo waxyaabahaas oo kale waa sida ilaahay quraanku waxyaabo xarimay waxa kale mina wa halallahu albay'a wa harrama arriba iyadana taas oo kale weyn waxa kale oo lamida marka xuduuda aayadaha ka hadlay ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu tilmaamay وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وتلك تاس حدود الله حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه وحكى لو لمذا تلك حدود الله فلا تعتدوها تاو حدود الله تلابنا
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون هو سوى ظالم إلهي سيدو كلا وحلم تلك حدود الله تاسوى حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب أليم سيد الله سبحانه وتعالى آيات داسا وكل شيء لبدي مصير بآيات دبا إله كل شيء وحليه الله تلك تاس حدود الله حدود الله ومن يطع الله ورسوله قفك علي يا رسول أطيع يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار وحنقلنا إلى جنة هوست أي دريريا وبيال خالدين فيها وكواري وذلك كاسبنا الفوز قول العظيم وين ومن يعص الله قفك الله عاصيه ورسوله ويتعدى حدوده حدود الله تلابنا يدخلون نارا خالدا فيها نار وكواري أي قليا فيها وله عذاب مهين هذا مهين لي بركة واتاس ومركة وتتلمامي حديثك حدوده الله إن الله تلاب حدود الله إن الله إلاليه حديثك مركة توقها لينا واتاويانا حدود الله قف إن دوره وهي أفرتاس مركة أي السلام كنا كوكو بي هيبا أي السلام كنا أفرتاس وكسو أروري سيدات أنت المعنى الشيخ رحمة الله عليه وتلمامي مركة قف قف وحوي إنه أفرتاس إلاليه أي حديثك كهل ليا أنقو علينا مركة الحديث الثلاثون حديثك صد عن أبي ثعلبة وحل قوري الخشني أها مقعيسنا جرثوم بن ناشرنها رضي الله تعالى عنه والله كرر لنا القضية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كوري قال رسولك حوري إن الله ألا فرض وحواجبي فرائض فرائض فلا تضيعوها هضيعنا إلا إلى لي وفرادي ومركا قفه إلى لي وحواجبي حقوق دي مارت إلهي أصاري فرائضها وحد وحدودي حدودا حد بوردي أو حرامتنا الله طلابين وحلاش الغوية كاد فلا تعتدوها هطلابين وحرم أشياء أشياء ونقع حرمي فلا تنتهيكوها حتى هكو حد قدبنا هد الله عيننا وسكت وحو الله كأمسي عن أشياء أشياء حلاش ودي حرامتو دي كأمسي رحمة عريس لكم بذين كاينيتاي من غير النسيان هلمان لآن فلا تبحثوا عنها هبار بارنا سيدا صنبه عليه الصلاة والسلام ليهي حديث كان وحاوري حديث حسن رواه دار القطني أي ورين أي مركا يا غير كيبوي وريين تاسبان مركا حديثك إن تسنى يا قف كان وحالك ربو وحوي إنو آخر هذه سيلا الشضو والدنيا دا مارك وحلال هنا وقوته وحرام هنا